إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً، وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله إليه حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. عباد الله، هذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو مذكور في القرآن في سورة الأحزاب، وهو قول الله تبارك وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً. وهذه هي مهمة الرسل، وهذه مهمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى بعث أفضل الرسل بأفضل الكتب على أفضل الأمم، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بغاية عظيمة، وهي أن يدعو الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله: داعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً. وأمر الخلق بأن يتبعوه، وأن يعزروه، وأن يؤمنوا به، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وأخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الناس أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في سورة الأعراف لما عبد قوم موسى العجل، ولما أخذ الله عز وجل منهم من أخذ، ولما تبرأ موسى عليه السلام من هؤلاء الذين عصوه واتخذوا العجل إلهاً من دون الله، قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك.
يسأل موسى ربه تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يكتب له حسنة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك قسم من الباري تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم بعد أن حكموا أعمالهم وظواهرهم لا بد من تنقية بواطنهم بأن لا يجدوا حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما تسليما عظيما وتسليما كاملا وتسليما لا مناقضة ولا تلكؤ فيه أن يسلموا تسليما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تعبد الله عز وجل به الناس. ولذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا بد أن يؤمن الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يحبه بقلبه وأن يعظمه وأن يوقره ولا بد أن يتابعه في أعماله وفي عباداته وفي عقائده لا بد أن يكون كل ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في حديث جابر أو لعله عبد الله بن عمر أن ملائكة في البخاري أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل ابتنى دارا فصنع فيها مأدبا ثم بعث داعيا
فمن قالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة وإن القلب يقظان، فقالوا الدار هي الجنة والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تكاثرت الأدلة وتنوعت الأدلة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طاعته، وفي امتثال أمره، وفي عدم معارضة شريعته عليه الصلاة والسلام. إذا جاءك الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فما من خيار أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بل ومن إقامة الحجة من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أنطق بذلك أكفر الخلق بأن طريق الناس في نجاتهم، وأن من أراد أن ينجو فإنما عليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث تميم بن أبي رقية، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وهو من الصحابة العظام الكبار الذين كانوا يؤمون الناس في الصلاة، من القلائل من الصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة رسول الله أو قريبا من حياته عليه الصلاة والسلام، وكان نصرانيا، فركب البحر ولعب بهم الموت، ثم انكسرت سفينتهم في جزيرة، والحديث طويل. قال وذكر قصة طويلة حيث وجدتهم دابة كثيرة الشعر غريبة وهي الجساسة، ثم دخلوا على المسيح الدجال وهو رجل عظيم الهيئة مغلول اليدين إلى الركبتين والرأس بين القدمين، فسأل تميما ومن معه من العرب عن أمور، قال لهم ما فعلت بحيرة طبرية، ما فعل نخل بيسان، ما فعل كذا وكذا، سألهم عن أمور جعلها الله سبحانه وتعالى علامة على قرب خروج الدجال، ثم قال لهم ما فعل نبي العرب أو قد بعث إليه؟ قالوا نعم. قال فماذا حصل؟ قال قاتله قومه وأخرجوه، فظهر على من يليه يعني المعاو، انتصر عليهم، قال فأطاعوه أي دخلوا في طاعته وحكمه. فقال المسيح الدجال وهو الشاهد، قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. المسيح الدجال الكافر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، يقول لتميم ومن معه أما إنه خير لهم أن يطيعوه. وتجد كثيرا من المسلمين الذين يظهرون ويدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعارض بماذا؟ بقال فلان والشيخ الفلاني والإمام الفلاني أنه قال كذا وكذا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك من أعظم مهمات الرسالة أن يعي الناس لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أكبر مظهر من مظاهر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، وهو طاعته وإجلاله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه أي رسول الله، وتوقروه أي رسول الله، وتسبحوه أي لربنا بكرة وعشية. أقول ما تسمعون
واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. وبعد، عباد الله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في أمور: الأمر الأول طاعته فيما أمر، أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوامره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فمهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر، ومهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف، ومهما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل. وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا سأل الإمام مالك قال: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات أهل المدينة. قال: فإني أريد أن أحرم من القبر أو المسجد. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها. وهذا حال كثير من الناس المتفلسفين، يقول لك فيها شنو يعني، شوية أميال، وكل ما زول تعب ربنا بديه أجر، يقيس الدين بعقله. قال: وأي فتنة في أنك ترى نفسك قد وصلت إلى خير لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والإمام الشافعي رحمه الله سأله سائل في مسألة فأفتاه وأعطاه الدليل، فقال له السائل: أتقول بهذا الدليل؟ يعني بتأخذ بالدليل ده؟ قال: أتراني أعلق صليبا، هكذا يقول الشافعي، أتراني أشد على وسطي زنارا، وهذا كان شعار أهل الذمة من أهل الكتاب، أقول بقول رسول الله أو أروي حديث رسول الله ولا أقول به؟ متى ما رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هكذا تكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف من تعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعطونه لأي أحد. كان الإمام مالك إذا حدث بالحديث في حلق العلم، في حلق العلم، فقام طالب فتنحنح أو تكلم إلى صاحبه في حلقة العلم، قطع الإمام مالك المجلس، ومشى الإمام مالك في بعض طرق المدينة، فسأله سائل عن مسألة فأفتاه، فقال: وما دليل ذلك؟ وكان الدليل حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبل الإمام مالك الجدار ثم تيمم ثم أخبره الحديث، وقال له: كنت على حدث فكرهت أن أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة. وأعجب من ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان يوما في مجلس من مجالس العلم يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل زنبور فلسع الإمام 14 مرة حتى علاه الرحضاء أي العرق. فلما نهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: انظروا ما الذي أصابني؟ قالوا: فوجدناه زنبورا قد لسعه 14 مرة. قالوا له: ما حملك أن تقطع الكلام؟ قال: كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟
لأن ما عند رسول الله هو عند الله. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا أردت أن تعلم إنسانا ضالا مبتدعا مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم فانظر له حيث يتلى عليه الحديث، هل يقول سمعنا وأطعنا أم يعارض ذلك الحديث الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كلام الأئمة في التحذير من أهل البدع الذين يأتون بأمور لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: أرى في هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف عليهم وأن يطاف بهم على العشائر، وأن يقال: هذا جزاء من ترك حديث رسول الله وذهب إلى الكلام، لأنهم كانوا يعظمون أمره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. وهذا من مشاهد الآخرة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتمنى أن لو أنه اتخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، أن لو عبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذه مشكلة الأمة، يضرب المسلمون في سوريا، نسأل الله أن يفرج عنهم، ويقتلون ويشردون، نسأل الله أن يكبت عدوهم وأن يقطع سلاسلهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. كل هذا ما يصيب الأمة من الضعف والهوان بسبب تركها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال عمر رضي الله عنه لما دخل فاتحا بيت المقدس يريد أن يأخذ المفاتيح إلى بيت المقدس، وكان هو وغلامه يعتقبان على حمار فاعترضتهم مخاضة موية وطين، وكانت نوبة الغلام، خشين يفتح بيت المقدس والغلام يركب على الحمار، وأمير المؤمنين الذي خاف منه قيصر وكسرى والنصارى واليهود يمشي على رجليه ويركب على الحمار، فقطع الطين برجليه ووضع عليه تحت إبطيه، فاستقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، قال: يا أمير المؤمنين، تصنع هذا في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ ولكن أمير المؤمنين الذي هو مهدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الناس اليوم متعاطفون ضد بشار الأسد وضد روسيا وأمريكا والكفار والمجارمة والشيعة وغير ذلك، ولكن بعد أيام قلائل، بعد أسبوعين رأس السنة وعيد 25 ديسمبر وعيد شم النسيم من أعياد اليهود والنصارى التي يسب فيها رب العزة والجلال، ماذا في 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 عيد الميلاد يوم 1/1 يحتفلون فيه بأن عيسى ولد في هذا اليوم؟ وماذا في ذلك؟ هم يعتقدون أن عيسى هو ابن الله، كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. ولذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تدخلوا على اليهود والنصارى في كنائسهم وفي أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. تجد كثيرا من شباب المسلمين ومن شابات المسلمين في ذلك اليوم مارقين ومحتفلين ويتراشقون بالبيض والدقيق والموية الباردة والناس فرحانين، ماذا هنالك؟ ليس هذا من أفعال المسلمين، هم مسلمون ولكن لم يتعلموا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عيد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل.
ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه أن يهوديا من حديث ابن عباس جاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لجعلنا يومها عيدا. قال: وما تلك الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له أمير المؤمنين: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، عشية عرفة في ذلك الموقف وذلك الزمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك. وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. ولذا قال الإمام مالك: من جاء ببدعة وزعم أنها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خان الرسالة. وذلك أن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك هذا يجاوب على سؤال يسأله كثير من المسلمين اليوم. اختلفت الجماعات والأحزاب والفرق، من نتبع؟ افترقت اليهود إلى 71 فرقة، والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ما هو الحل؟ تركت فيكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا نحتاج إلى جماعات، ولا نحتاج إلى أحزاب، ولا نحتاج إلى طرق، وإنما نحتاج إلى أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يفرج همومنا وأن ينفس كروبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم واحفظ أعراضهم، اللهم وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم داوي مرضاهم واشفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوهم وعدوهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذا وبيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم تبر ما علوا تتبيرا، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.